طبعا الاتحاد السعودي كابتن فهد المولد، برحب بيك طبعا يا كابتن فهد، منور مصر واكيد سعداء بوجودك النهارده مع هذه المباراه الاهلي واتلتيكو مدريد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شرف لي ان ارتدي شعار نادي الاهلي المصري، وثاني حاجه يعني احب اشكر القائمين على هذا الحفل، وتشرفت انا بالدعوه. الله يديكم العافيه وان شاء الله ربنا نبيض الوجه ان شاء الله. لو بسالك على هذا الشعار والنادي الاهلي ودوره الوطني، اكيد من خلال خبرتك الكبيره في الرياضه، اختيار هذا التوقيت والارهاب ينال جميع الدول وجميع شعوب العرب، شايف اختيار النادي الاهلي ودوره الوطني من خلالك كابتن فهد؟ والله اول شيء النادي الاهلي يعني نادي كبير، ويعني احنا بنعرف النادي الاهلي كويس، وهذا الشيء مو غريب على نادي الاهلي اللي بيصير، وان شاء الله يعني ربي يوفقهم في الجاي. بالعكس يعني احنا نحب النادي الاهلي المصري، ونادي كبير وفخر ان نرتدي شعار نادي الاهلي. زي ما اقول لك ان شاء الله يا رب اننا نتوفق معاهم اليوم، وربي يوفقهم في المستقبل ان شاء الله. رسالتك لكل الشعوب العالم اللي هتشاهد هذه المباراه، طبعا بنقول ان مصر الامن والامان والوحده العربيه هي الباقيه، حابب تقول يا كابتن فهد؟ طبعا اول شيء احب اشكر زي ما قلت لك القائمين على هذا الحفل، وثاني حاجه يعني ان شاء الله اليوم اننا نقدم مباراه حلوه، ونخلي اغلب الجماهير العربيه تستمتع بهذه المباراه، وان شاء الله يا رب انه ربي يقدرنا على فرحه واستمتاع الجمهور ان شاء الله. حبيبي شكرا اكيد مستمرين مع